الرئيس عنده الصلاحيه مع المكتب ديال الشرطه الاداريه انه يقوم بالواجب ديالو فيما يتعلق به مجموعه ديال الامور تتعلق به مجموعه ديال الميادين. هذه وحده اللي مطلوب الاستجابه دابا حاليا. الله يجازيك بخير، كنشكرك وكنهنيك على العرض اللي خدمتي لي وجدتي، كنشكرك بزاف. ولكن اللي يمكن يتقال في هذه النقطه هذه بالضبط تتعلق هاد الشرطه الاداريه، شنو الامكانيات اللي عندك في الجامعه ديال السطاف؟ واش كاين عندك اوطور؟ واش عندك ميزانيه؟ واش كتاخذ قرار سياسي بجرأة او كيتنفذ بجرأة؟ واش ما فيهش محاباه؟ واش فيه علاقه اللي مبنيه على القانون ولا علاقه اللي مبنيه على السياسه؟ اللي بغيناك توضح لينا، تقول لينا ودي انا مغلوب على امري، انا خاصني امكانيات باش نخدم، انا مدينه السطات الطبيب لان الشرطه الاداريه ما عندهاش الامكانيات ديالها، ان العمليه اللي كنقوم بها قدينا قمتي بشحال مجموعه ديال الزيارات، شحال مجموعه اللي قمتي بها ديال الشركات، كتقوم بزيارات ولكن من بعد الزياره واش كاين شي قرار داخل؟ اتخذ قرار وكيفاش غيتخال؟ مدينه السطات بحاجه ماسه وجامعه وبالاخص القسم ديالك دابا اللي انت مسؤول عليه، خاص من يساعده ومن يدبر امره.